Bicom Group İstanbul Beylikdüzü'nde emlak sektörüne yönelik faaliyet gösteriyor. Uzun yıllar ithalat ve ihracat alanında hizmet veren Lübnanlı iş adamı Seyit Fadi El Namel çalışmalarını mikrofonlarımıza anlatıyor. أنا من لبنان وطرابلس بالتحديد. أنا بلشت فتحت شركة قبل شركة العقارات اللي هي شركة استيراد وتصدير من برا لهون ومن هون لبرا. كل شيء بتركيا ممكن يتصدر ستصدره وكل شيء نقصه تركيا ممكن بعد مواسم هي ما شاء الله فيها كل شيء بس بعد مواسم في نقص كون نحن عم نجيبها لهون وصار لي هلا تقريبا 9 سنين ونص هون. شركة الإنشاءات هلا العقارات فتحتها صار جديد ما صار زمان كتير. Müşteri memnuniyeti odaklı çalıştıklarını belirten Seyit Fadi El Namal, sektörde müşterilerin talepleri doğrultusunda hizmet verdiklerini dile getiriyor. نحن لأنه هون شركة بيج هوم حدا عم عنده اسم صار لنا 10 سنين بشركات تانية ونحن عم نكون يعني عم نكون آمن للزبون يعني ما عم نحن عم نركض على اسمنا قبل موضوع انه نعمل عمولة او اي شيء نحن عم نكون للزبون نريحه ونعطيه طلبه بالذات بالضبط يعني حتى عنا الاسميليين عم نسهل لهم المواضيع كثير انه ونسجعهم أن يعملوا استثمار هون بتركيا انا بطلب من السيد طيب اردوغان هو حقيقه منه مقصر ابدا مع يعني عم بيحضن الوطن العربي كليته ما حدد ولا بلد لانه بلادنا العربيه كلها فيها مشاكل وعم بيحضن الكل حقيقه بس انه يكون في تسهيلات اكثر انا بس عندي تعليق صغير هون هذا الشيء انا حسيت فيه لما انا جيت عملت استثمار هون انه موضوع الاوراق المطلوبه عم تكون كثير صعبه شوي يعني عم يكون كميتها كبيره كثير يعني عم بتاخر لعمل شركه عم بتاخر لاقدر اعمل وبنصح المستثمرين كلياتهم اللي بدهم يجي يعملوا شغل هون يعرفوا كيف بدهم يتوجهوا لانه طيب اردوغان فاتح لهم مجال كثير شغل وبنصح الكل يستثمر بهالبلد الطيبه هون نحن ان شاء الله هدفنا استثمار كبير كثير نحن ما بس بالانشاءات نحن بالانشاءات ان شاء الله طالعين بشيء هسه ضخم كثير ضخم لانه سبق وذكرت الحمد لله بيج هوم عنده ناس رجال اعمال كبير كثير وبنعرف كلياتنا ببلداننا العربيه شو اللي صاير وكل حاول بيستثمر لهيك لأ نحن مفتوحين على استثمار كبير كتير بكذا مجال بصراحة عم نعمله دراسة لأنه في أشخاص يعني بيوثقوا فينا بدنا نكون معهم ونساعدهم باستثمار بهالبلد سواء بالعقارات ولا بالمجوهرات ولا بأي مصانع بأي شغلات تانية إن شاء الله ونحن مستعدين نقدم خدمات لكل حدا مستثمر باستثناء اشتغل معنا ولا عملنا له استشارات قانونية بس باسطنبول وبكل تركيا مساعدين نساعدهم من عدم نكون نحن كونتاكت معهم لو من بعيد نوجههم هون بالبلد نحن متواجدين باسطنبول بلقدوزو جمهوريات محلسي وهلا بتمر معكم صفحتنا على صفحه شركتنا واليوتيوب تبعونا بيج هوم ريسيت وان شاء الله بنقدر نخدمكم ونبيض وجهنا معكم ونوجهكم وانا بنصح الجميع يكون بهالبلد ويعمل استثمار انا حدا مجرب وعم بعطي نصيحه اهلا وسهلا فيكم بشركه بيج هوم جروب للاستشارات العقاريه في تركيا اسطنبول نحن معتمدين ب 350 مشروع في تركيا اهلا وسهلا فيكم في شركتنا للاستثمار الامن